لو احنا كان عندنا مشاكل متراكمة مدركينها في البعد الاجتماعي والاقتصادي، انا متهيألي تشريعيا مصر من أسوأ الدول من حيث التشريعات. ده احنا قانون التأمينات الموحد، وده جزء كبير جدا من حل أصحاب المعاشات، من دور الانعقاد الأول وإحنا في معضلات قانونية تشريعية نتيجة إن كان عندنا 8-9 قوانين بتحكم المسألة دي، وكل ما نقعد في قعدات مع فنيين بقى، ناس خبراء اكتواريين، ناس تشريعيين، ويقولك لا أصل إحنا لو عملنا دلوقتي هنهد معرفش إيه، هنعمل إيه، فحضرتك تحس إنه الفساد يمكن المواطنين بيقيموا تأثير فساد ما قبل يناير على الأبعاد الواضحة زي السياسة والاقتصاد. الفساد التشريعي اللي تسبب فيه نظام مبارك ولسنوات طويلة لا يقل خطورة ولا إحباط ولا سلسلة للبلد دي عن كل المشاكل اللي عملها في الملفات الأخرى.